البيئة الإقليمية متوترة، تفتقر إلى الأمن ولا زالت، وإنت في وسط ده كله عليك أن تبني، وكلنا نشتغل وكلنا ننتج ونحسن مستوى معيشتنا، ومش بس كده، ونقود المنطقة. تاني، نقود المنطقة. تالت، نقود المنطقة لإنقاذها من براثن المشروع العثماني والمشروع الفارسي والمشروع الصهيوني. نقود المنطقة. هتقود المنطقة ازاي وحضرتك شايف نفسك يعني في الفيسبوك والكلام الفارغ ده، او عايز تاكل بس، او عايزين المام وبس وحاجات كده؟ هذا الكلام هو كلام فارغ، وهو كلام بيشيعه عملاء التأثير اللي هم بيزرعوها الافندية علشان يحبطوا الشباب ويحبطوا هذا الشعب. ومهما عملتوا انتوا لابسين في الحيط، انما احنا الشرعية واحنا الاصل واحنا ما عرفش ايه. كل ده كلام فارغ في الحقيقة، وان الاوان ان نفكر بعقل جديد تماما، عقل جديد ينظر إلى مصالحنا وينظر إلى العالم بعينين مصالحنا، زي ما العالم كله بيبص على بقية العالم من منظور مصالحه. أنا ما بصش بعيني طيب لبلدي بعيون بريطاني أو بعيون أمريكي أو بعين، لا، أبص لبلدي بعيون مصرية، وبقاري الجغرافيا بتاعتي كويس قوي قبل ما ابتدي بقى أشوف أنا هعمل إيه. وبرضه مهم جدا اللي أنا هقوله ده، اهم من هتعمل ايه هتمتنع عن ايه، ما انتاش هتعمل ايه. خلاص ما عادش عندنا رفاهيه تضييع الوقت ولا رفاهيه السخريه، بس احنا لنا النهارده ما رناش حاجه غير القلش والتنكيت يعني، والسخريه طيله الوقت طيله الوقت. خلاص اصبحت المساله دلوقتي نشتغل وننتج علشان اللي جاي مش هيسمح لك برفاهيه حتى الاستيراد.